سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. الهدف اتحقق في سيد 180 دقيقه، خلاص يمكن المباراه اللي انتهت، لكن على ما اعتقد النهارده حققنا الهدف المطلوب، قدرنا ان احنا نوصل للدور 16. بتشوف الاجواء ازاي؟ بتشوف الشكل عامل ازاي؟ انا اهم حاجه في الظروف اللي انا فيها دي هي الوصول. الحمد لله انا وصلنا، طبعا ظروف صعبه جدا. انت عندك ثلاثه حراس مرمى في القائمه، يعني عندك علي معلول وعندك احمد فتحي بالتاكيد لسه راجعين من اصابه، فقائمتك انت بتتكلم في خمسه من اصل 17 ولا حاجه، انت بتتكلم في 12 او 13 لعيب. لكن في النهايه الحمد لله، طبعا الحمد لله على المكسب، على الوصول لدور المجموعات، حسابات تانية بقى خالص وتواجد تاني خالص. في مصر ضيعنا فرص كتير جدا، حتى هنا ضيعنا فرص كتير جدا، لكن في النهاية مع كل الفرص ديت دروس ثابتة في كرة القدم، واحنا برضو لازم نتعلم منها. يعني لازم بره كمان يبقى بخيل جدا في الفرصة اللي بتجيلك، ما بتجيش كتير. النهارده حمودي جاي له اثنين، ووليد أزهر جاي له اثنين، وكلوبالي جاي له واحدة، واسلام محارب جاي له واحدة، ومروان جاي له واحدة، وانت تلعب بره ارضك يعني. لكن الحمد لله رب العالمين، يعني خلينا بقى نقفل الصفحة دي بكل ما فيها بقى، بكل الضغط الاعصاب اللي فيها والتوتر اللي فيه، ونبدا مرحلة جديدة ان شاء الله الرحمن. عندنا مباراة مع الداخلية يوم 29، يهمنا ان احنا نواصل فيها انتصاراتنا وتواجدنا ان شاء الله الرحمن. وبعد كده ان شاء الله الرحمن بقى نبدا مرحله ثانيه خالص، سواء كان في الدوري او دوري المجموعات بالنسبه لافريقيا. انا عارف ان انت ما بتحبش العذاره يا كابتن، لكن الارض كانت سيئه جدا، كان واضح ان النادي الاهلي تكتيك يعني ما حدش هيفتكر، يعني انت بتفتكر التاهل بس. انا قلت لك الحمد لله، طبعا حتى لو كنا يعني كاسبين في مصر ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، والنهارده بتتعادل او بتكسب، خلاص الهدف الاكبر اتحقق. الهدف بالنسبه لك ان انا اوصل في ظل الظروف الصعبه اللي مرينا بيها، والفرقه بتمر بيها زي ما قلت لك يعني. لكن ارض بقى، جو، نقص اكسجين، الكلام دي مبررات ما حدش هيفتكرها في التاريخ. لان انت هتقول سنه كذا الاهلي وصل، سنه كذا الاهلي ما وصلش، مش هتقول الاهلي كان بيلعب مين. التفاصيل دي كلها الناس التاريخيين او الناس اللي بتدرس كويس ماشي هي اللي تقولها، لكن في النهايه عامه الناس او الجمهور يهمها النتيجه، وده اللي حصل الحمد لله النهارده. اخيرا، مطلوب ايه من اللعيبه الفتره اللي جايه يا كابتن سيد؟ يعني مرحله صعبه جدا، مش عايز اقول لك يعني عدينا فيها بشكل رهيب جدا، لكن في النهايه الى حد كبير حققنا مكاسب كويسه، وصلنا لدور ال 16 في المجموعات. هنبدا بشكل مختلف، حساباته ثانيه، والبطوله الافريقيه بتتاخد على مراحل، مرحله اولى وبعدين مرحله مجموعات ثم مباراه الثمانيه والدور قبل النهائي والنهائي. عندنا تحديات صعبه جدا سواء كان محليا او افريقيا، لكن برضه هرجع اقول ثلاث نقاط رئيسيه وحتميه، لعيبه مميزه، لعيبه راجعه من اصابات، لعيبه بيتم تدعيمها، الشكل هيبقى مختلف ان شاء الله الرحمن. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي على هذه التصريحات. زي ما اكد الكابتن سيد، المرحله القادمه هي الاصعب، تلاحم مباريات قادمه كابتن ميدو، لكن الحمد لله تحقيق الهدف المطلوب. مستمرين معاك كابتن ميدو مع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وان شاء الله خلال لحظات يكون معنا الكابتن محمد يوسف، وايضا كمان لاعبي النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ميدو.